بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، اتكلمنا كده في الفيديو اللي فات على المقدمه بتاعتنا اللي فهمنا فيها يعني ايه كلمه اوبتيكال كوميونيكيشن، وعرفنا ليه بنعمل اوبتيكال كوميونيكيشن سيستمز عشان خاطر المزايا بتاعت الفايبر اوبتيك شانل. هنتكلم زي ما قلنا في المقدمه بتاعتنا دي بتاعت التجربه اللي هو الجزء النظري ده، هنتكلم على 3 حاجات اساسيه: الاوبتيكال شانل خصائصها ايه، وبنتكلم بعد كده على الترانسميتر شكله ازاي والريسيفر شكله ازاي. هبدا نتكلم في الاول على الاوبتيكال شانل اللي هو الفايبر. الفايبر وازاي السيجنال بتاعتنا اللي هي السيجنال بتاعت الضوء ازاي بتمشي في الفايبر. تمام، هنتكلم على ايه في الاول؟ هنتكلم في الاول على الفكره الاساسيه او النظريه الاساسيه اللي بيعتمد عليها انتقال السيجنال بتاعتي جوه الفايبر. يعني مثلا انت في الوايرلس كوميونيكيشن، انت السيجنال اللي ماشيه في الوايرلس سيستم بتبقى عباره عن الكترومغنيتيك كوميونيكيشن، السيجنال اللي ماشيه في الشانل في الوايرلس سيستم، السيجنال اللي ماشيه في الشانل عباره عن الكتريكال سيجنال عاديه يعني فولتج وكرنت. طيب في الاوبتيكال كوميونيكيشن السيجنال اللي ماشيه بتبقى عباره عن ضوء. طب الضوء ده ازاي بيمشي جوه الفايبر اوبتيك كيبل؟ ده اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. وعلشان نتكلم عليه محتاجين نتكلم على النقطه الاولانيه اللي هي اللايت ترانسميشن ما بين ديفرنت ميديا. يعني لما يكون عندك وسطين مختلفين، الوسطين المختلفين دول الضوء لما ينتقل ما بينهم ينتقل ازاي؟ وده كلام مش جديد، احنا درسناه قبل كده في الفيزياء بتاعت زمان، ودرسناه كمان في الالكترومغنيتكس لما كنا بندرس انتقال الموجة الكهرومغناطيسية بين وسطين. فلو عندي وسطين مثلا والوسطين دول مختلفين في الخصائص بتاعتهم، وعشان مختلفين في الخصائص بتاعتهم فلازم بيبقى فيه منطقة فاصلة بين الوسطين، منطقة تميز، عبارة عن سطح يعني فاصل بين الوسطين اللي هو السطح اللي نرسمه باللون الأسود ده، بيميز بيفصل خصائص الوسط الأول عن خصائص الوسط الثاني مكانيا. يعني بيحدد المنطقة اللي فيها مكان الوسط الأول بخصائصه والمنطقة اللي فيها مكان الوسط الثاني بخصائصه. فنفرض إن الوسط اللي من فوق الخصائص بتاعته هنرمز لها بالرمز N1. N1 ده احنا بنسميه معامل انكسار، ومعامل انكسار نقصد بيه الخصائص الضوئية. يعني ايه الخصائص الضوئية؟ يعني الخصائص بتاعت انتشار الضوء كموجة جوه الوسط، يعني الخصائص بتاعت الموجة بتاعت الضوء بتاعت الوسط نفسه من ناحية نظر الموجة الكهرومغناطيسية اللي احنا كنا بناخدها زمان في شكل ايبسلون وميو. فمعامل الانكسار ده بيحتوي جواه الابسلون والميو بتوع الوسط. فالوسط الاولاني اللي هو اسمه 1 اللي هو الوسط اللي من فوق ليه معامل انكسار N1، والوسط الثاني ليه معامل انكسار N2. وبنفرض ان عندي موجه من الضوء، موجه من الضوء دي ده اتجاه البروباجيشن بتاعها، ده اتجاه الانتشار بتاعها احنا راسمينه، والموجه دي سقط على السطح الفاصل بين الوسطين بهذا الشكل. فالنظريه بتاعه دراسه انتقال الضوء ما بين وسطين دايما في النظريه دي لما نيجي ندرس انتقال الضوء بيهمنا جدا ان احنا نحدد الزاويه ما بين الاتجاه بتاع الموجه الساقطه وبين العمود على السطح الفاصل بين الوسطين، اللي هي الزاويه اللي انا هرمز لها باللون الاحمر وهسمي الزاويه دي سيتا 1. الزاويه دي اللي احنا بنسميها سيتا 1 بنسميها الانسيدنس انجل، اللي احنا بنسميها زاويه السقوط. النظريه بتاعت انتقال الضوء ما بين وسطين، ان ما بين وسطين 1 و2 بالشكل الرسم ده بتقول لما يسقط ضوء مايل بزاويه على سطح فاصل بين وسطين زي ما احنا راسمين كده، جزء من الطاقه الضوئيه بيحصل له ريفليكشن، يعني جزء بيحصل له انعكاس وبينعكس بزاويه، والزاويه دي قيمتها بتبقى بتساوي سيتا 1 بالظبط. فزاويه السقوط اللي هي سيتا 1 بتساوي زاويه الانعكاس اللي هي سيتا 2. والجزء الثاني من الطاقه الضوئيه بينتقل للوسط الثاني، بس لما ينتقل للوسط الثاني مش بينتقل بنفس الاتجاه، يعني مش بيكمل على نفس الخط بتاع الموجه الساقطه، لا، امال بيكمل ازاي؟ حاجه من الاثنين، يا اما هيكمل في اتجاه عامل كده يعني يقرب اكتر من العمود على السطح الفاصل بين الوسطين، يا اما يتحرك في اتجاه عامل كده يعني يبعد عن العمود على السطح الفاصل بين الوسطين. يعني يا اما يقرب من العمود اللي هو ده، يقرب منه يعني الزاويه دي اللي احنا هنسميها سيتا ار تبقى زاويه اصغر من سيتا 1، يا اما يبعد يعني الزاويه دي اللي هي سيتا ار تكون اكبر من زاويه السقوط اللي احنا سميناها سيتا 1. فدول حالتين مختلفتين، والحالتين دول بيعتمدوا على العلاقه بين خصائص الوسطين، يعني العلاقه بين N1 وN2، والكلام ده محكوم بالقانون اللي احنا نكتبه دلوقتي اللي احنا بنسميه قانون سنيل. القانون ده بيقول لو ضربت N1 في ساين زاويه السقوط في الوسط الاولاني اللي هي سيتا 1 لازم تطلع بتساوي N2 في ساين الزاويه في الوسط الثاني اللي احنا بنسميها سيتا ار، اللي هي زاويه الريفراكشن اللي احنا بنسميها زاويه الترانسميشن او زاويه الريفراكشن. يعني ممكن نسميها سيتا ار او ممكن يعني نسميها اي حاجه مفيش مشاكل. يعني هنا كلمه ار اختصار كلمه ريفراكشن اللي هو الانتقال للوسط الثاني او الحيود. طيب فدي ان 1 ساين سيتا 1 بتساوي ان 2 في ساين سيتا ار، ممكن نسميها ساين سيتا 2 مش مشكله. طيب امتى يحصل تكون سيتا ار اكبر من سيتا 1؟ ممكن نجيب الكلام ده من قانون، لو احنا قسمنا الساين على الساين، يعني لو جبنا مثلا كتبنا القانون بالشكل ده ساين سيتا 1 على ساين سيتا ار هنلاقي ان الكلام ده بيساوي كام؟
بيساوي ان 2 مقسوم على ان 1. وبالتالي انا عندي حالتين مختلفتين، ممكن يبقى عندي ان 2 اكبر من ان 1، ممكن يبقى عندي ان 2 اصغر من ان 1. يحصل ايه لو كانت ان 2 اكبر من ان 1 اللي هي الحاله الاولانيه؟ اكيد هيبقى البسط هنا اكبر من المقام، يعني ساين سيتا 1 اكبر من ساين سيتا ار، يعني سيتا 1 اكبر من سيتا ار. ولو سيتا 1 اكبر من سيتا ار يبقى الضوء لما ينتقل الوسط الثاني هينتقل مقتربا من العمود، هينتقل مقتربا من العمود. يبقى الكلام ده يحصل امتى؟ لو كان ان 2 اكبر من ان 1. لو ان 2 اكبر من ان 1 هيحصل ان سيتا 1 هتبقى هي الكبيره وسيتا ار هتبقى هي الصغيره، وده معناه ان الشعاع بتاعك لما يجي ينتقل للوسط الثاني هينتقل مقتربا من العمود. الكلام ده يحصل لما الشعاع يروح لوسط معامل الانكسار بتاعه اعلى، يعني ان 2 اكبر من ان 1، الكلام ده معناه ان انت كنت في وسط معامل انكساره قليل ودخلت في وسط معامل انكساره كبير. وهنا عايزين نقول ملحوظه، مين الاوساط اللي معامل انكسارها قليل والاوساط اللي معامل انكسارها كبير؟ يعني الوسط كل ما كان خفيف وشفاف زي الهواء مثلا يبقى معامل انكساره قليل، الهواء ليه اقل معامل انكسار. لما الوسط يبدا يتقل زي الازاز مثلا او كده والكثافه بتاعته تزيد، الكثافه بالذات بتاعته تزيد، ده معنى كلمه يتقل، بيبقى معامل الانكسار بتاعه اكبر. فنقدر نقول بتعبير عام كده لما الوضوء ينتقل من وسط خفيف في الكثافه لوسط اتقل شويه في الكثافه هتلاقي المعامل، هتلاقي الوسط، هتلاقي الضوء بتاعك انكسر مقتربا من العمود. الحاله الثانيه بتاعت ان 2 اقل من ان 1، ساعتها هيبقى البسط اقل من المقام، وبالتالي في الحاله الثانيه دي هتكون سيتا 1 اقل من سيتا ار، يعني الشعاع بتاعك هينكسر مبتعد عن العمود. ودي هي الحاله اللي احنا بندور عليها، اللي احنا هنجيب منها الطريقه اللي بيحصل فيها بروباجيشن للضوء او بروباجيشن للسيجنال جوه الفايبر اوبتيك. هتيجي من الحاله دي، هتيجي من الحاله دي اللي هي الحاله بتاعت ان الشعاع بتاعك ينكسر مبتعدا عن العمود. ولذلك انا هاجي في الرسمه بتاعتي هقتصر بس على الحاله اللي احنا بنحكي فيها، اللي احنا تهمنا، اللي هي توصف لنا ايه بالظبط اللي بيحصل جوه الفايبر اوبتيك كيبل. ففي الحاله اللي احنا بنتكلم عليها دي هيحصل كده بقى زي ما انا كاتب قدامك، هيحصل كده زي ما انا كاتب قدامك بالظبط، ان هيبقى ان 2 اقل من ان 1، يعني الضوء هينتقل من وسط الكثافه بتاعته عاليه لوسط الكثافه بتاعته قليله، وبالتالي زي ما موجود في الرسمه هيبقى سيتا ار اكبر من سيتا 1، يعني الشعاع بتاعك بينكسر مبتعد عن العمود. مالها الحاله دي؟ الحاله دي لو رجعنا للمعادله اللي احنا كتبناها وكاتبين عليها القانون بتاع سنيل اللي هي المعادله دي، وافترضنا ان احنا جينا في المعادله دي وخلينا قيمه سيتا 1 تزيد، يعني قعدنا نزود في زاويه السقوط، يعني الشعاع بتاع زاويه السقوط اللي هو سقط من الوسط الاولاني قعدنا نبعده عن العمود شويه، عمالين نبعده عن العمود شويه، يعني بنزود في قيمه سيتا 1 اللي هي الزاويه بتاعه السقوط. ايه اللي هيحصل ساعتها؟ واضح من القانون بتاع سنيل اللي احنا كاتبينه تحت انك كل ما تزود زاويه السقوط لازم هتزيد الزاويه اللي في المقام اللي هي سيتا ار. ليه تزيد؟ لان النسبه بتاعت ان 2 على ان 1 نسبه ثابته، نسبه بتعتمد على خصائص الوسط، يعني ان 2 ده بيعتمد على خصائص وسط 2 وان 1 بيعتمد على خصائص وسط 1، فالنسبه بينهم ثابته. طالما الوسط نفسه ثابت يبقى النسبه ثابته، مالهاش دعوه بالزوايا. فلما تكبر سيتا 1 لازم هتكبر معاك سيتا ار بسبب ان تكون النسبه بينهم هما الاثنين ثابته. طيب كبرت سيتا ار هنوصل لحد فين بعد كده؟ لو كبرت سيتا ار هنوصل ان سيتا ار هتبقى زادت قوي لغايه ما بقيت 90 درجه. طالما سيتا ار هي الكبيره فسيتا ار ممكن توصل ل 90 قبل ما سيتا 1 توصل ل 90، يعني واضح في الرسمه قدامنا ان سيتا 1 وسيتا ار هما الاثنين زوايا حاده اقل من 90، بس سيتا ار هي الكبيره، وكل ما بتكبر سيتا 1 بتكبر سيتا ار، يبقى هنوصل لمرحله معينه وتكون فيها سيتا ار وصلت 90 درجه قبل السيتا 1. سيتا ار وصلت 90 درجه دي مرحلة بنسميها مرحلة الزاوية الحرجة. مين الزاوية الحرجة؟ يعني زاوية السقوط اللي بيحصل عندها الحالة دي بنسميها الزاوية الحرجة. بعديها لو احنا زودنا سيتا 1 عن كده كمان ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان مفيش اي ترانسميشن، يعني مفيش اي انتقال للضوء للوسط الثاني. اللي هيحصل ان الضوء كله هينعكس في الوسط الاولاني، ودي الحاجة اللي احنا بنسميها التوتال ريفليكشن اللي هو الانعكاس الكلي. يبقى التوتال ريفليكشن اللي هو الانعكاس الكلي ده بيحصل امتى بالظبط؟ بيحصل بعد زاويه سقوط اكبر من الزاويه الحرجه. طبعا الزاويه الحرجه في السقوط هي الزاويه اللي بيكون عندها زاويه الانكسار اللي هي الزاويه في الوسط الثاني بتكون بتساوي 90، وساين 90 ده بكام؟ بواحد. يبقى ساين سيتا سي بيساوي ان 2 على ان 1، ولان ان 2 اقل من ان 1 زي ما احنا شايفين يبقى ممكن احسب منها قيمه ساين سيتا سي بيساوي كام. والله لو حصل انك انت كبرت سيتا سي
كبرت زاويه السقوط اللي هي سيتا واحد، لو كبرتها عن سيتا سي اللي هيحصل بعد كده اللي هو ظاهره التوتال ريفليكشن. يعني ايه توتال ريفليكشن؟ يعني الانعكاس الكلي، يعني كل الضوء اللي كان ساقط على السطح الفاصل بين الوسطين هيبقى ماشي في الوسط الاولاني بس اللي هو الوسط رقم واحد. وهي دي الفكره اللي بتحكم عمل الاوبتيكال فايبر في نقل الضوء من الترانسميتر للريسيفر، او في نقل الضوء من مكان لمكان. ازاي؟ ايه اللي بيحصل بالظبط جوه الفايبر اوبتيك؟ ازاي بيحصل جواها التوتال ريفليكشن ده؟ وريني. عشان اوريك الكلام ده لازم نتكلم على تركيب الفايبر اوبتيك. الفايبر اوبتيك ده او الاوبتيكال فايبر ده بيتكون من ايه؟ هو بيبقى حاجه عامله زي اسطوانه كده بالظبط، حاجه عامله زي الوف جايد، عامله زي السيركولار ووف جايد، او عامله زي اسطوانه، بس هو ما بيبقاش من ماده واحده، هو بيبقى من مادتين. الماده اللي من جوه اللي هي في النص دي بنسميها الكور زي ما مرسوم قدامنا، والماده اللي من بره دي اللي احنا بنسميها الكلادنج. الماده اللي من بره احنا بنسميها الكلادنج. واضح ان هو الكور مسمي لك معامل الانكسار بتاعه ان واحد، والكلادنج مسمي لك معامل الانكسار بتاعه ان اتنين. يبقى اللي هيحصل انك انت هتيجي من بره الاوبتيكال فايبر اللي هو بيتكون من مادتين حوالين بعض زي ما انت شايف كده، هما اتنين كونسنتريك. هتيجي من بره الاوبتيكال فايبر وبتدخل ضوء، ادي شعاع مثلا من الضوء، قول ده شعاع لونه احمر بيدخل من بره الاوبتيكال فايبر وبيدخل لجوه. طبعا هيدخل جوه، طبعا هو جاي من الهواء ودخل الاوبتيكال فايبر، المهم هيدخل بزاويه معينه ويدخل بعد كده لحد ما يسقط على السطح الفاصل بين الوسطين دول. السطح الفاصل ما بين الكور اللي هو الوسط الاولاني اللي معامل الانكسار بتاعه ان واحد، والكلادنج اللي هو الوسط الثاني اللي معامل الانكسار بتاعه ان اتنين. ايه اللي بيحصل بقى عند السطح الفاصل بين الوسطين دول؟ ايه اللي بيحصل كالتالي؟ ان يعني بتبقى زاويه السقوط دي لو شفناها على السطح الفاصل بين الوسطين بتبقى اكبر من الزاويه الحرجه. عشان هي اكبر من الزاويه الحرجه بيحصل ان الشعاع بتاع الضوء بيحصل له عمليه توتال ريفليكشن، انعكاس كلي، يعني كل الطاقه الضوئيه بتنعكس عند السطح الفاصل بين الوسطين دول. مفيش اي حاجه منها بتطلع بره الاوبتيكال فايبر خالص، كلها بتنعكس، وبالتالي يكمل الضوء جوه الاوبتيكال فايبر. طب هل هيكمل في مسار مستقيم ولا في المسار المايل؟ ده هيكمل في المسار المايل لحد ما قدام يخبط تاني في السطح الفاصل بين الوسطين ويحصل له تاني انعكاس كلي، وهكذا باستمرار وهكذا باستمرار. وبالتالي هيبقى الشكل الكامل لمسار الضوء جوه الاوبتيكال فايبر لو احنا رسمنا رسمه مقطعيه بالشكل ده، هيبقى زي ما احنا راسمين قدامنا كده. ادي الكور اللي هو عامل الانكسار بتاعه ان واحد، وحواليه الكلادنج اللي هو عامل الانكسار بتاعه ان اتنين، وادي الضوء بيسقط من بره بزاويه سقوط وبيسقط جوه بزاويه سقوط. طبعا زاويه السقوط اللي جوه غير زاويه السقوط اللي بره. ليه؟ عشان في هنا انتقال ما بين سطحين مختلفين، اللي بره ده عباره عن هواء معامل انكساره بنسميه ان نوت، واللي جوه ده اللي هو الكور، والكور معامل انكساره مش ان نوت، معامل انكساره ان واحد. وان نوت بتاع الهواء تقريبا بتساوي واحد، يعني ان نوت بتاعت الهواء دي معامل انكساره تقريبا بيساوي واحد تقريبا. فاكيد طبعا الزاويه دي مش هتساوي الزاويه دي. لكن اللي يعنينا ان عند النقطه A هتبقى زاويه السقوط اللي هي مسميها هنا فاي اكبر من الزاويه الحرجه اللي هي كريتيكال انجل بين الكور والكلادنج، وبالتالي يحصل انعكاس كلي، يبقى الضوء كله ينعكس انعكاس كلي فيفضل محبوس جوه الاوبتيكال فايبر كيبل ويسقط بعد كده عند النقطه C، بعد كده عند النقطه B وهكذا. هنا بقى في اكتر من حاجه عايزين نقولها. اول حاجه عشان يحصل دايما انعكاس كلي ويفضل الضوء محبوس جوه الاوبتيكال فايبر، ودي حاجه لازم احنا نحرص عليها، يعني انا لا يمكن ابدا باي حال من الاحوال اسمح للضوء ان هو يهرب مني بره الاوبتيكال فايبر. انا عايز الضوء يبقى كله محبوس جوه الاوبتيكال فايبر عشان تتنقل السيجنال بكامل الطاقه الضوئيه بتاعتها اللي طلعت من الترانسميتر وتروح لغايه الريسيفر. الكلام ده عشان يحصل لازم نضمن ان الضوء بعد ما يدخل جوه الاوبتيكال فايبر كيبل مش هيطلع مره تاني، ده اول حاجه. تاني حاجه نضمن ان الضوء في اللحظه اللي هيدخل فيها جوه الاوبتيكال فايبر كيبل مفيش اي حاجه هتفقد منه وهو داخل جوه. يبقى لازم اضمن حاجتين اتنين. لازم اضمن ان في البدايه في الحته اللي بيدخل من عندها الضوء، ايه الحته اللي بيدخل من عندها الضوء؟ بنسميها الحته اللي بيحصل عندها لينكينج، بتربط ما عندها الترانسميتر بالاوبتيكال فايبر. الحته اللي بيحصل عندها لينكينج فين؟ الحته البروزه باللون الاخضر، الحته دي بيحصل عندها لينكينج. لازم نضمن ان الضوء من ساعه ما يدخل من عند الحته دي مش هيطلع بره. طب نضمن الكلام ده ازاي؟ هو اول حاجه لازم نضمن ان الزاويه فاي اللي سقطت بيها الضوء هنا عند السطح الفاصل بين الكور والكلادنج لازم تكون الزاويه فاي دي اكبر من الزاويه الحرجه، لازم عشان يحصل انعكاس كلي. طيب وبعدين؟ وبعدين بعد كده لازم نضمن ان عند كل نقطه ثانيه من دول هيحصل برضه انعكاس كلي. هنا بقى في ميزه
من الجيومتري بتاعت الرسمه اللي قدامنا دي. انت لو ضمنت ان الزاويه فاي دي اكبر من الكريتيكال انجل، يبقى كل الزوايا بتاعت السقوط عند كل النقط اللي بعد كده هتبقى اكبر من الكريتيكال انجل. فلو حصل انعكاس كلي عند مدخل الاوبتيكال فايبر، هيحصل انعكاس كلي في كل حته جوه الاوبتيكال فايبر، ومش هتفقد اي شيء من الطاقه الضوئيه. ازاي؟ الهندسه بتقول كده. لو انت جيت عند النقطه رقم سي مثلا، ورحت راسم العمود على السطح الفاصل بين الوسطين، ادي العمود، ورحت بصيت على الزاويه، الزاويه اللي هي موجوده هنا اللي هي زاويه السقوط، الزاويه دي هتلاقيها بتساوي مين؟ هتلاقيها بتساوي الزاويه فاي. ليه؟ لان ده عمود على السطح الفاصل بين الوسطين، وده برضو عمود على السطح الفاصل بين الوسطين، والسطح اللي فوق بيوازي السطح اللي تحت، فالعمود على السطح اللي فوق هيبقى بيوازي العمود اللي على السطح اللي تحت، فدول عباره عن خطين متوازيين. فاذا كانت الزاويه دي فاي لزاويه السقوط اللي هنا، يبقى اكيد الزاويه دي فاي برضو لزاويه السقوط اللي هنا. فاذا كانت فاي اكبر من الكريتيكال انجل، فاي فاي هتيجي بعد كده عند نقطه سي او عند نقطه بي هتبقى دايما اكبر من الكريتيكال انجل، ودايما هيحصل انعكاس كلي، وهنبقى محافظين على الطاقه الضوئيه. ولكن لازم نبقى ضامنين ان فاي اللي في الاول دي اكبر من الكريتيكال انجل، ودي النقطه اللي احنا بنهتم بيها جدا عند اللحظه اللي بيحصل عندها لينكينج، اللي بيحصل عندها ربط، بيحصل عندها ربط للايه؟ للضوء جوه الاوبتيكال فايبر، اللي هي الحته اللي انا معلم عليها بالدايره الخضراء، اللي هي الحته بتاعت مدخل الاوبتيكال فايبر. لازم في الحته دي اللي هي مدخل الاوبتيكال فايبر اضمن ان الزاويه فاي اللي هيسقط بيها الضوء هنا هتكون اكبر من كريتيكال انجل. طب اضمن الكلام ده ازاي؟ هو انت بتتحكم في ايه بالظبط؟ انت بتتحكم في زاويه دخول الضوء من بره. فين زاويه دخول الضوء من بره؟ اللي هي الزاويه دي، اللي هي زاويه سيتا اي، دي اللي انت بتتحكم فيها، زاويه دخول الضوء من بره. يبقى اتحكم في قيمه الزاويه دي بحيث تخلي الزاويه فاي، بحيث تخلي الزاويه فاي اكبر من كريتيكال انجل. طب هي الزاويه دي بتاثر ازاي على الزاويه فاي؟ تعال نشوف، تعال نشوف سيتا اي اللي هي سيتا انسيدنت اللي من بره خالص ازاي بتاثر على قيمه الزاويه فاي. هو واضح قدامنا ان الضوء بيدخل من الهواء وبيسقط على الكور، والهواء اتفقنا معامل انكساره هو اقل حاجه اللي هي ان نوت بتساوي تقريبا واحد، فاكيد معامل انكسار الكور اكبر من الهواء، وبالتالي الكور اكتر كثافه من الهواء. فلما تروح من وسط معامل انكساره قليل او وسط خفيف زي الهواء، لوسط تاني تقيل زي الكور معامل انكساره كبير، هتلاقي الشعاع بتاعك ينكسر مقتربا من العمود. يعني الزاويه سيتا وان كانت مش باينه قوي في الرسمه، بس ده الواقع. يعني الزاويه سيتا اللي موجوده هنا اللي هي الزاويه دي اكيد هتكون اقل من الزاويه سيتا اي، فالشعاع هينكسر مقتربا من العمود، اقل من الزاويه سيتا اي. طيب عند الحته دي اللي هو السطح الفاصل بين الوسطين دول، كل ما تزود سيتا اي كل ما يحصل اف سيتا هتزيد، كل ما نزود في قيمه سيتا اي كل ما هتزيد القيمه بتاعت سيتا، لازم سيتا هتزيد. لو زودنا سيتا اي لازم سيتا هتزيد، وده منطقي. لما تزود زاويه السقوط هتزيد معاك زاويه الانكسار، ده اللي احنا قلناه من قانون سنيل. طيب تزيد سيتا يحصل ايه؟ لا، لو زاد سيتا يحصل مشكله. ايه المشكله اللي هتحصل؟ ان انت عندك هنا مثلث قائم الزاويه، مثلث قائم الزاويه، والمثلث قائم الزاويه ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان سيتا وفاي مجموعهم بيساوي 90، زي ما انت شايف قدامك كده من الرسمه بتاعتك، هتلاقي ان سيتا زائد فاي مجموعهم دايما بيساوي 90، بيساوي باي على 2. فكل ما تزود سيتا هيحصل ايه في قيمه فاي؟ قيمه فاي هتقل، عشان يفضل مجموعهم ثابت وبيساوي 90. طب هل نقصان قيمه فاي مشكله؟ اه طبعا، نقصان قيمه فاي مشكله كبيره جدا. ليه؟ لان فاي لو نقصت عن الزاويه الحرجه يبقى مش هيحصل انعكاس كلي، وهيبقى في جزء من الطاقه الضوئيه المفروض تدخل عند ايه؟ الجزء ده هيفقد، ولو فقد وما حصلش انعكاس كلي بقيت مشكله، احنا كده فقدنا الطاقه الضوئيه اللي هي شايله السيجنال، احنا كنا مدخلنا جوه الفايبر اوبتيك كيبل. يبقى احنا كده عرفنا ملحوظه خطيره خالص، ان كل ما تزيد قيمه زاويه السقوط اللي من بره كل ما يحصل ان فاي اللي هي زاويه السقوط اللي من جوه بتنقص. فانا مش محكوم ان انا ازود زاويه السقوط اللي من بره براحتي، لا، لازم ليها حدود بحيث ما تزيدش عن حد معين عشان دي ما تقلش عن الزاويه الحرجه. هيبقى دورنا دلوقتي ان احنا نعرف ايه الحد المعين ده. دورنا ان احنا نعرف ايه الحد المعين، يعني ايه اكبر قيمه ممكنه للزاويه سيتا اي بحيث الزاويه بتاعت السقوط اللي من جوه ما تقلش عن الزاويه الحرجه عشان يحصل انعكاس كلي. فعايزين نقول ايه اكبر قيمه ممكنه للزاويه سيتا اي؟ والله اكبر قيمه ممكنه لسيتا اي هو لما تكون فاي دي بتساوي الزاويه الحرجه، يعني بتساوي فاي سي. يعني بتساوي فاي سي اللي هي الزاويه الحرجه. فساعتها تبقى الزاويه اللي من بره دي اسمها زاويه السقوط الحرجه بقى، بس من بره خالص. من عند الهواء هيبقى اقصى قيمه ممكنه لزاويه السقوط اللي هي من بره خالص من عند الهواء. طب نحسبها ازاي؟ لما نيجي نحسبها هنستخدم القانون برضو بتاع سنيل،
هنستخدم قانون سنيل. هنطبق قانون سنيل عند مدخل الاوبتيكال فايبر. هنطبق قانون سنيل عند مدخل الاوبتيكال فايبر يعني عند السطح الفاصل بين الوسطين دول، هنحط ما بينهم قانون سنيل. لما نيجي نحط بينهم قانون سنيل هنقول ايه؟ هنقول ان نوت اللي هو عامل انكسار الهواء في الزاويه بتاعه السقوط في الهواء بيساوي ان واحد في الزاويه اللي اسمها سيتا اللي هي الزاويه اللي هنا، تمام؟ فلما نيجي نطبق قانون سنيل عند السطح الفاصل بين الوسطين دول هنقول ان نوت معامل انكسار الهواء مضروب في ساين سيتا اي اللي هي من بره خالص اللي هي عند اللي هي في الهواء من بره خالص بيساوي ان واحد في ساين سيتا اللي هي الزاويه اللي جوه. طيب سيتا دي احنا اتفقنا ان هي زائد الفاي بتساوي كام؟ بتساوي 90، وبالتالي ساين السيتا دي بيساوي كوساين الفاي، فانا ممكن اشيل ساين سيتا واحط مكانها كوساين فاي، فيبقى كده ان نوت في ساين سيتا اي بتساوي ال ان واحد، بدل ما نحط ساين سيتا هنحط مكانها كوساين فاي. والله لو كانت فاي دي بتساوي الزاويه الحرجه، لو كانت فاي بتساوي فاي سي اللي هي الزاويه الحرجه، يبقى القانون طبعا عام، قانون طبعا عام، يعني نقدر نكتب القانون ده بشكل عام بشكل جنرال، وان كنت انا هستعمله عشان احسب اقصى قيمه لزاويه السقوط، يعني اقدر اكتب تحت القانون ده بالشكل ده، لو كانت الزاويه فاي هي الزاويه الحرجه هيبقى ساعتها زاويه السقوط الخارجيه هي اقصى قيمه ممكنه، ما ينفعش ازود عنها، هيبقى ساعتها عباره عن اقصى قيمه ممكنه ما ينفعش ازود عنها. طيب وبعدين فين فين المعلومات وفين المجاهيل؟ والله المعلومات في المعادله دي ان نوت اللي هو عامل انكسار الهواء اللي هو تقريبا بواحد، وان واحد عامل انكسار الكور، ولكن فاي سي مش معلومه، وسيتا ماكسيمم هي اللي احنا عايزين نحسبها. طب نحسب فاي سي، نحسب فاي سي من فين؟ او كوساين فاي سي من فين؟ من قانون سنيل. قانون سنيل اللي كان بيقول ايه؟ قانون سنيل اللي كان بيدي لك ساين الزاويه الحرجه. انا عندي هنا الكوساين، اقدر اقول الكوساين عباره عن الجذر التربيع الواحد ناقص الساين التربيع بتاع الزاويه الحرجه، وبالتالي استنتجت ان نوت في ساين سيتا ماكسيمم بتساوي ان واحد مضروبه في الجذر التربيعي الواحد ناقص الساين بتاع الزاويه الحرجه. استنتجناه في السلايد بتاع قانون سنيل كان عباره عن ايه؟ ان 2 على ان واحد، فلما نعوض عنه يبقى عباره عن ان 2 على ان واحد الكل تربيع. يبقى اقدر اكتب المعادله دي بالشكل ده، الجذر التربيعي لان واحد تربيع ناقص ان 2 تربيع. وممكن اعوض بالملحوظه اللي انا قلتها بتاعت ان نوت تقريبا بتساوي واحد، يبقى نقدر نقول ان ساين سيتا ماكسيمم اللي هو ساين اقصى زاويه ممكن ادخل بيها الضوء من فتحه الاوبتيكال فايبر وانا مطمن ان الضوء هيفضل محبوس مش هيطلع بره. ساين سيتا ماكسيمم دي عباره عن الجذر التربيعي لمين؟ لان واحد تربيع ناقص ان 2 تربيع، ده اللي هي الساين سيتا ماكسيمم. والرقم ده مهم جدا في الاوبتيكال فايبرز، الرقم ده مهم جدا في الاوبتيكال فايبرز، واحنا بندي له اسم ونسميه النوميريك ابريتشر، ونختصرها بالرمز ان ايه. ان ايه دي اختصار نوميريك ابريتشر، طبعا كلمه ابريتشر يعني فتحه، وكلمه نوميريك يعني عدديه، فدي بنسميها الفتحه العدديه بتاعت الاوبتيكال فايبر. ايه لازمه الرقم ده؟ او الرقم ده بيعبر عن ايه بالظبط؟ الرسمه دي تساعدنا ان احنا نفهم الرقم ده بيعبر عن ايه بالظبط او ايه لازمته يعني. هو هنا رسم لك سيتا ماكسيمم، رسم لك سيتا ماكسيمم، فقال لك خلاص دي اكبر زاويه ممكن ادخل بها الضوء، بحيث ابقى ضامن ان جوه الاوبتيكال فايبر الضوء هيفضل محبوس، هيفضل يحصل له انعكاس كلي. فدي اكبر زاويه، ودي اكبر زاويه، طبعا الزاويه دي بتكون مع مين؟ مع العمود على السطح الفاصل، مع العمود على السطح الفاصل. يبقى انت اذا ده اكبر فتحه اللي احنا بنسميها الفتحه العدديه بتاعت الاوبتيكال فايبر، اكبر فتحه ممكن تدخل بيها الضوء جوه الاوبتيكال فايبر، وانت ضامن انه يفضل محبوس جوه الاوبتيكال فايبر. وعشان كده المخروط اللي زاويه راسه بتساوي الزاويه دي بنسميه الاكسبتنس كون، بنسميه الاكسبتنس كون، ده اسمه التوتال اكسبتنس كون، يعني المخروط اللي هو بيقبل منك السيجنال عشان يفضل يدخلها جوه الاوبتيكال فايبر كيبل وتفضل محبوسه جواها. لو انت نشفت دماغك وقررت انك انت تدخل الضوء بزاويه اكبر من كده، اي شعاع ضوء هيدخل بزاويه اكبر من كده مش هيحصل له ان هو يفضل محبوس جوه الاوبتيكال فايبر كيبل، الطاقه الضوئيه بتاعته هتضيع من الاوبتيكال فايبر ومش هتروح الناحيه الثانيه للريسيفر. يبقى اذا لما اجي انا الينك الضوء يعني اربط الضوء، ادخل الضوء من الترانسميتر جوه الاوبتيكال فايبر، لازم اراعي ان الضوء بتاعي يبقى واقع جوه التوتال اكسبتنس كون، يبقى نازل على الاوبتيكال فايبر بزاويه تبقى موجوده جوه التوتال اكسبتنس كون، يعني الزاويه تبقى اقل من او تساوي السيتا ماكسيمم اللي انت مدخل بها الضوء جوه الاوبتيكال فايبر، عشان يفضل الضوء محبوس جوه الاوبتيكال فايبر وما يطلعش بره. وده اللي احنا بنسميه الساين بتاع الزاويه دي بنسميه النوميريك ابرتشر. فالنوميريك ابرتشر ده بارامتر مهم من البارامترات بتاعت الاوبتيكال فايبر، يعني ايه بارامتر من بارامترات الحاجه؟
يعني ايه بارامتر للاوبتيكال فايبر؟ يعني قيمه من القيم اللي بتعبر عن الاوبتيكال فايبر او بتوصفه. يعني انت سيادتك لما تروح تشتري مقاومه مثلا، المقاومه ليها ارقام بتعبر عنها، زي قيمه المقاومه نفسها بكام والبريسيشن بتاعها، يعني المقاومه دي بلس او ماينس كام عشان تعرف الاكيوريسي بتاعتها، يعني اكيوريسي بتاعت المقاومه، والواط، الواط بتاع المقاومه، المقاومه اخرها كام، تستحمل كام تيار. الحاجات دي الارقام دي انت بتعوزها. يعني ايه بتعوزها؟ يعني بتيجي تحط المقاومه في الدايره طبعا عاوز تعرف قيمتها كام، انت بتحطها في الدايره هتحط مقاومه مش عارف قيمتها كام، ده بيعتمد عليه الدايره بتاعتك. برضو لازم تبقى عارف الواط بتاع المقاومه كام، الواط بتاع المقاومه كام عشان تبقى عارف المقاومه في الدايره اللي انت حاطها فيها تتحرق ولا مش هتتحرق. فدي ارقام انت بتبقى عايز تعرفها عن الحاجه اللي انت رايح تشتريها. فالنومريك ابشر ده رقم مهم للاوبتيكال فايبر، لازم تبقى عارفه قبل ما تروح تشتريه او قبل ما تروح تتعامل معاه. رقم مهم للاوبتيكال فايبر نومريك ابشر، عشان تبقى عارف هتدخل الضوء على الاوبتيكال فايبر بزاويه كام، عشان لما تيجي تدخل الضوء الاوبتيكال فايبر يستقبل الضوء وما يطلعهوش بره. وذلك ده بارامتر مهم من بارامترات الاوبتيكال فايبر. هنا في سؤال مهم، هو ميزه ولا عيب ان يكون النومريك ابشر كبير بتاع الاوبتيكال فايبر؟ يعني كل ما يكبر النومريك ابرشر كل ما يكون احسن، ولا كل ما يصغر النومريك ابرشر كل ما يكون احسن؟ كل ما تزيد النومريك ابرشر بتاعت اوبتيكال فايبر كل ما هتزيد التوتال اكسبتنس كون انجل، يعني تزيد التوتال اكسبتنس كون يبقى واسع، يبقى ممكن تدخل ضوء على الاوبتيكال فايبر بزاويه كبيره. يعني كل ما يزيد النومريك ابرشر كل ما ده هيدي لك امكانيه انك انت تدخل الضوء بزاويه كبيره قوي على الاوبتيكال فايبر، ويفضل ضوء محبوس جوه الاوبتيكال فايبر. دي ميزه ولا عيب؟ هي دي ميزه وعيب في نفس الوقت، وده اللي هيبان في المناقشه بتاعتنا اللي احنا هنكملها دلوقتي. طيب لما يقل النومريك ابرتشر هل دي ميزه ولا عيب؟ لما يقل النومريك ابرتشر اللي هو الساينس ده ماكسيم، ده لما يقل ده ميزه ولا عيب؟ هو ده هيخليك ما تقدرش تدخل الضوء جوه الاوبتيكال فايبر الا بزاويه ضيقه جدا، يعني محتاج زاويه ضيقه جدا تدخل بيها الضوء جوه الاوبتيكال فايبر. طيب يعني عايزين نعرف الكلام ده ميزه ولا عيب. هو اول حاجه في حاجه ظاهره قدامنا، يعني في سبب ظاهر قدامنا اكيد طبعا، يعني انك كونك انت تدخل الضوء بزاويه ضيقه جدا على الاوبتيكال فايبر ده هيبقى حاجه صعبه. يعني لو كان الاوبتيكال فايبر بتاعي النومريك ابرشر بتاعته قليله، لو كان الاوبتيكال فايبر بتاعي النومريك ابرشر بتاعته قليله، يبقى الزاويه اللي انا محتاج ادخل بيها الضوء جوه الاوبتيكال فايبر اكيد هتبقى زاويه ايه؟ زاويه قليله، عشان سيتا ماكسيما تبقى قيمتها قليله. الكلام ده صعب ان هو يتعمل عملي. ليه صعب يتعمل عملية؟ لانه يحتاج منك مصدر ضوء تكون الدايركتيفيتي بتاعته عاليه، يعني مصدر ضوء يكون مش بيبعتر الضوء جامد، مصدر ضوء يكون يقدر يحافظ على الضوء محبوس في زاويه ضيقه. فكونك بتتعامل مع اوبتيكال فايبر النومريك ابرشر بتاعته قليله، ده هيطلب منك هايلي دايركتيف سورس، هايلي دايركتيف سورس، يعني طلب منك سورس لللايت، مصدر للضوء يكون الدايركتيفيتي بتاعته عاليه، مش بيبعتر الضوء في كل حته، لا ده بيركز الضوء في زاويه ضيقه عشان يعرف يدخله كويس جوه الاوبتيكال فايبر. طيب لو كان لو كان الاوبتيكال فايبر بتاعي النومريك ابرشر بتاعته عاليه، لا يبقى الزاويه كبيره، يبقى انا مش محتاج دايركتيف سورس، ممكن استخدم سورس الدايركتيفيتي بتاعته قليله. واكيد انت ملاحظ ان عشان تعمل مصدر ضوء الدايركتيفيتي بتاعته عاليه جدا، الضوء مش بيتبعتر في كل حته، اكيد دي حاجه صعبه ومكلفه. واسهل منه ان احنا نعمل مصدر ضوء تكون الدايركتيفيتي بتاعته قليله. فالظاهر من المناقشه دي ان النومريك ان الحاجه الاوبتيكال فايبر النومريك ابرشر بتاعته قليله صعب التعامل معاه، واللي النومريك ابرشر بتاعته كبيره اسهل في التعامل معاه، لانه مديني سماحيه اكبر في ان ادخل ضوء بالزاويه اللي انا عاوزها. بس هي دي مش وجه المقارنه الوحيد، ده مش وجه المقارنه الوحيد. هو كونك بتدخل الضوء في الاوبتيكال فايبر بزوايا كتير وبزوايا كبيره، ده في حد ذاته صحيح هو سهل في انك تعمله، لكن للاسف الشديد بيعمل عيب كبير جدا في الاوبتيكال فايبر كيبل، وده اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. بيعمل لك عيب كبير في الاوبتيكال فايبر كيبل، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. نتخيل قدامنا ان ده اوبتيكال فايبر، وزي ما احنا شايفين السيتا ماكسيمم بتاعته كبيره، يعني لما اجي ادخل ضوء جوه الكيبل مش محتاج مصدر يكون المصدر ده الدايركتيفيتي بتاعته عاليه، لا واضح ان عندي زاويه واسعه خالص اقدر ادخل بيها الضوء جوه الكيبل. طيب دي ميزه ولا عيب؟ دي ميزه في سهولتها، يعني تخلينا ندخل الضوء بسهوله جوه الاوبتيكال فايبر، لكن عيب في اللي هيحصل جوه الفايبر نفسه. ايه اللي هيحصل جوه الفايبر نفسه؟ الواضح قدامنا في الرسمه ان في اكتر من زاويه مختلفه ممكنه لزوايا السقوط بتاعت الشعاع، يعني الشعاع مثلا ممكن يكون ساقط بالزاويه دي اللي هنخليها باللون الاحمر، ممكن الشعاع يكون ساقط بالزاويه دي اللي احنا هنخليها باللون الاخضر، وممكن الشعاع يكون ساقط بالزاويه دي اللي احنا هنخليها باللون الاسود. يبقى دي ثلاث مسارات مختلفه للشعاع.
التلاتة دول لو سقط بيهم الضوء جوه الاوبتيكال فايبر، الزوايا دي كلها اقل من سيتا ماكسيمم، يبقى الضوء هيدخل جوه الفايبر بسهوله ويفضل محبوس جوه الفايبر وتمام، ويوصل لغايه الريسيفر مفيش اي مشكله. طب امال ايه المشكله اللي هتحصل؟ تعال نتابع. لو سقط الضوء اللي هو الشعاع الاحمر ده على السطح الفاصل بين الوسطين، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هو هينكسر مقتربا من العمود. لما ينكسر مقتربا من العمود ينكسر في مسار، وليكن ليكن مثلا مسار بالشكل ده، واحنا ضامنين نظرا لان زاويه السقوط بتاعتي اقل من سيتا ماكسيما، فانا ضامن ان هيحصل انعكاس كلي، وبالتالي يحصل انعكاس كلي عند النقطه اللي تحت دي، ويكمل المسار بتاعه لقدام لحد ما يوصل للريسيفر مفيش اي مشكله. طيب لو تتبعنا الشعاع بتاع الضوء اللي هو باللون الاخضر ده، هيفضل ماشي لحد ما يسقط على سطح الفاصل بين الوسطين، وهينكسر الشعاع مقتربا من العمود فيسلك مسار اخر بهذا الشكل، وبالتالي انا متاكد ان هيحصل له انعكاس كلي من جوه، عشان زاويه السقوط الخارجيه خالص كانت اكبر من سيتا ماكسيمم، فيحصل له هو التاني انعكاس كلي ويفضل محبوس جوه الاوبتيكال فايبر مش اي مشكله. طب الشعاع اللي ماشي باللون الاسود بنفس الطريقه برضه، هيسقط على السطح الفاصل بين الوسطين وينكسر مبتعدا عن العمود هو كمان، ويحصل له بعد كده انعكاس كلي ويفضل يكمل في مساره لحد ما يوصل للريسيفر. هنا بقى هتتضح قدامنا المشكله. واضح ان التلات اشعه اللي هما الاحمر والاخضر والاسود هما كوني رسمهم بألوان مختلفة، أنا بس عشان أميزهم لك عن بعض عشان تعرف تشوفهم كويس في الرسمة، لكن مش معنى كده إن هما الريسيفر بيطلع ألوان مختلفة وبعدين مفيش ضوء لون أسود، فمش معنى كده إن الريسيفر بيطلع ألوان مختلفة، بيطلع ضوء أسود وضوء أحمر وضوء أخضر، لا كلهم ضوء بنفس اللون، يعني كلهم طالعين من الريسيفر ضوء بنفس اللون، أو بمعنى أدق بنفس الأطوال الموجية أو بنفس المدى من الأطوال الموجية، ودي حاجة هيجي تفصيلها قدام لما نتكلم على مصادر الضوء. فدول كلهم نفس سيجنال الضوء، يعني هم نفس سيجنال الضوء، شايلين نفس المعلومه وليهم نفس خصائص الضوء وشايلين نفس المعلومه، لكن كل واحد فيهم مشى جوه الاوبتيكال فايبر في مسار مختلف. واضح ان المسار بتاع الشعاع الاحمر غير المسار بتاع الشعاع الاسود غير المسار بتاع الشعاع الاخضر. وانا اقصد بكلمه غير المسار يعني غير المسار في كل حاجه، غير المسار في اتجاهه، وغير المسار في عدد الانعكاسات اللي هتحصل، وبالتالي غير المسار في الطول النهائي. لان واضح ان الشعاع الاحمر هو اول واحد حصل له انعكاس، الشعاع الاخضر حصل له انعكاس بعديه، الشعاع الاسود ما حصلوش انعكاس الا في الاخر خالص. الكلام ده معناه ان الشعاع الاحمر هيبقى اطول مسارا، هيبقى المسار بتاعه طويل، يعني لما نيجي نمد الاوبتيكال فايبر كيبل لحد الاخر، نمد الاوبتيكال فايبر كيبل لحد ما نوصل للريسيفر، لحد الاخر خالص بره الشاشه، لحد ما نوصل للريسيفر، طبعا دي مسافه طويله. واحنا عارفين الاوبتيكال الفايبر ده بيستخدم في الكوميونيكيشن بتاع اللونج ديستانس بتاع مسافات طويله جدا، فلما تيجي تجمع طول المسافه بتاعت المسار الاحمر والاخضر والاسود في النهايه على طول اوبتيكال فايبر كيبل، هيبقى فيه فرق في طول المسار. طيب فرق في طول المسار يعني السيجنال اللي مبعوثه باللون الاسود هتوصل في زمن، والسيجنال اللي مبعوثه في اللون الاخضر هتوصل في زمن تاني، واللي مبعوثه في اللون الاحمر توصل في زمن اخر. واضح ان كل ما تبعد شويه في الزاويه، يعني كل ما تكبر الزاويه بتاعت السقوط، كل ما طول المسار هيزيد، وبالتالي الشعاع ده هيتاخر شويه عقبال ما يوصل للريسيفر. طب هل الحكايه دي مشكله ان الشعاع يتاخر على ما يوصل للريسيفر؟ هي في الواقع مشكله، هي مش بس مشكله، ده هي مشكله كبيره كمان. مش بس مشكله، دي هي مشكله كبيره كمان. طب ازاي دي مشكله؟ لو انت باعت سيجنال في الاوبتيكال فايبر والسيجنال دي كانت ديجيتال. ديجيتال سيجنال ابسط صوره ليها اللي هي الباينري سيجنال، باينري سيجنال اللي هي فيها اتنين سيمبل بس، يعني صفر واحد مثلا، يعني يا اما في ضوء يا اما فيش ضوء مثلا، يعني بعد صفر واحد، فكل شعاع من دول يمثل بلس، كل شعاع من دول يمثل بلس، يوقع في الواقع يمثل كلهم نفس البلس، يعني ده مثلا الشعاع الاسود، وده مثلا الشعاع الاخضر، وده مثلا الشعاع الاحمر، وكلهم طلعوا في نفس الوقت من الترانسميتر، وكلهم دخلوا على الاوبتيكال فايبر في نفس اللحظة. كلهم دخلوا على الاوبتيكال فايبر في نفس اللحظة وطلعوا من الترانسميتر في نفس اللحظة، ولكن الشعاع الاسود المسار بتاعه قصير فهو أول واحد هيوصل. الشعاع الأخضر المسار بتاعه أطول شوية فيوصل بعديه. الشعاع الأحمر المسار بتاعه أطول وأطول فيوصل بعديهم كلهم. فيوصلوا متأخرين عن بعض واخدين ديلي. يعني الريسيفر هيوصل له ايه بالظبط؟ هيوصل له النسخة اللي باللون الأسود في الأول، ويوصل له بعديها النسخة اللي باللون الأخضر، ويوصل له بعديها النسخة اللي باللون الأحمر. طب ايه اللي هيحصل عند الريسيفر؟ الريسيفر ده بيلم الضوء. بيلم الضوء اللي ساقط عليه بيروح جمعه على بعضه وخلاص. فلما تلم الضوء اللي ساقط عليه وجمعه على بعضه وخلاص، هيطلع لك في النهاية إن شكل البلس هيتشوه عند الريسيفر، وهيتشوه مش بس هيتشوه، ده هيتشوه في الامبليتيود، يعني اكيد امبليتيود البلس هيتغير، تمام؟ بس احنا مش هنركز على الامبليتيود على قد ما يهمنا قوي اتساع البلس. اتساع البلس هيفرق،
طبعا امبليتود البلصه هتتغير، بس مش هي دي هتكون المشكله الاساسيه. المشكله الاساسيه ان اتساع البلصه يفرق، البلصه تبقى ماشيه من هنا لحد هنا، ده هيبقى اتساع البلص اللي انت استقبلتها عند الريسيفر. فممكن تبقى باعت بلص مثلا الزمن بتاعها مثلا تاو مثلا، واستقبلت بلص لا يعني الزمن بتاعها ما عادش تاو، اصبح الاتساع بتاعها مش تاو، الاتساع بتاعها تاو زائد دلتا تاو او دلتا تي. دلتا تي اللي هي الزياده بقى، زياده في زمن البلص، والذي نتجت عن الديلي المختلف بتاع النسخ اللي وصلت في اوقات مختلفه. هل دي مشكله لما اجي اعمل ديجيتال كوميونيكيشن؟ هذه مشكله خطيره لما نعمل ديجيتال كوميونيكيشن. لما نعمل ديجيتال كوميونيكيشن احنا مش باعتين بلص واحده بس، يعني انا مش باعت بلص واحده بس باللون الاسود زي ما انا راسم كده، لا انا باعت بلصات كتيره ورا بعضيها، يعني البلص السوداء وراها بلص سوداء، والبلص الخضراء وراها برضه بلص خضراء، والبلص الحمراء وراها هي كمان بلص حمراء، وهكذا احنا باعتين بلصات كتيره ورا بعضيها. لما التاخير والديلي ده يحصل في كل البلصز اللي انت باعتها، يبقى اذا اتساع البلصز كلها زاد. لما يتسع اتساع البلصز كله، يزيد اتساع البلصز كله، يحصل ان هم يتداخلوا مع بعضهم، كلهم يتداخلوا مع بعضهم، وده اللي احنا بنسميه الانتر سيمبل انترفيرنس. ده اللي احنا بنسميه الانتر سيمبل انترفيرنس. ايه سبب الانتر سيمبل انترفيرنس ده؟ ان البلص الواحده اتساعها زاد، يعني حصل لها زي ما تقول تشتت او تفرق، او الاتساع بتاع البلص زاد. ده اللي احنا بنسميه الديسبيرجن. ده اللي احنا بنسميه الديسبيرجن. والديسبيرجن ده سببه ديسبيرجن. الديسبيرجن ده سببه ديسبيرجن. ايه الديسبيرجن اللي هو سببه؟ سببه ان الضوء اللي دخل جوه الاوبتيكال فايبر اتفرق هو كمان، يعني اتفرق هو كمان يعني ما مشيش مع بعضه. كل ضوء، كل شعاع ضوء مشى في مسار خاص بيه. فده اسمه تفرق في مسار الضوء. التفرق في مسار الضوء اسمه ديسبيرجن برضه. يبقى الظاهره اللي احنا بنشرحها قدامنا دي اسمها الديسبيرجن. اسمها الديسبيرجن بتاع الاوبتيكال سيجنال جوه الفايبر. ديسبيرجن بتاع الاوبتيكال سيجنال جوه الفايبر. واللي احنا شارحينه قدامنا ده، ده بالذات حاجه اسمها مودال ديسبيرجن. حاجه اسمها المودال ديسبيرجن. يبقى ده اسمه المودال ديسبيرجن. يعني ايه المودال ديسبيرجن؟ يعني الضوء بعد ما بيدخل من فتحه الاوبتيكال فايبر بينقسم لمسارات كتير، او بينقسم لاكثر من شعاع. واحنا مش بنقول مساره مش شعاع كمان، ده احنا بنسميه مود. كل شعاع من دول بنسميه مود، يعني الاحمر ده بنسميه مود، والاخضر بنسميه مود، والاسود بنسميه مود، ومن هنا بنسميه مودال ديسبيرجن. الضوء بيمشي جوه الاوبتيكال فايبر في مودز مختلف. الضوء بيمشي جوه الاوبتيكال فايبر في مودز مختلف. كل مسار مختلف من دول بنسميه مود، طريقه مشي بيها الضوء جوه الاوبتيكال فايبر بنسميه مود مختلف. فده اسمه المودال ديسبيرجن. المودال ديسبيرجن ده الضوء بيتفرق لمودز مختلفه جوه الاوبتيكال فايبر، فبيوصل عند الريسيفر في أزمنة مختلفة، فده بيخلي زمن البلص الواحدة يعرض. كون زمن البلص الواحدة يعرض ده برضه بيسموه ديسبيرجن، يعني بيسموه البلص نفسها حصل لها ديسبيرجن، فالضوء حصل له ديسبيرجن والبلص حصل لها ديسبيرجن. ما يهمناش كلمة إن البلص حصل لها ديسبيرجن، على قد ما يهمنا في الأوبتيكال كوميونيكيشن كلمة إن الضوء نفسه اتفرق لمودز مختلفة جوه، والضوء نفسه حصل له ديسبيرجن جوه الأوبتيكال فايبر. فالضوء حصل له ديسبيرجن، وبالتالي البلص نفسها عرضت، فلما عرضت البلص ممكن تخش البلصات في بعضيها زي ما هو واضح في الرسمه دي. في الرسمه اللي قدامنا دي عندي فوق انبوت سيجنال، وعندي تحت اوتبوت سيجنال حصل فيها ظاهره الانتر سيمبل انترفيرنس. الانبوت سيجنال كان مبعوث البلصات فيها العرض بتاعها ضيق زي ما انت شايف، الاوتبوت سيجنال كل بلص عرضت زي ما انت شايف، فالبلصات دخلت في بعضيها، فحصل حاجه اسمها انتر سيمبل انترفيرنس. هل الانتر سيمبل انترفيرنس ده خطير؟ اه طبعا خطير، مشكله كبيره. ليه؟ البلصات اللي انت باعتها من فوق دي هي مبعوث فيها ابسط شكل من اشكال السيجنالز، اللي هو كانك انت باعت مثلا يعني في الباينري واحد ورا صفر، 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 وهكذا. الواحد دي معلومه تهمك، والصفر الاخر معلومه تهمك. فلما يحصل انتر سيمبل انترفيرنس بالشكل اللي احنا شايفينه تحت، انت عارف في الديجيتال كوميونيكيشن ان احنا بعد ما نستقبل ريسيفد سيجنال بنعملها سامبلنج. يعني سامبلنج يعني بنقراها، بنقراها عند لحظات معينه. فلما تيجي تقرا هنا هتقرا هنا واحد، صح كلام صحيح. لما تيجي تقرا هنا كان المفروض تقرا صفر، بس بسبب ان البلص دي عرضت والبلص اللي جنبها عرضت، فهم الاثنين دخلوا في بعض، فغيروا قيمه الصفر، خلوا قيمه الصفر بقت بواحد، وده هيبقى عباره عن ايرور في الداتا اللي انت بتستقبلها عند الريسيفر. فكده حصل ايرور في الداتا، ودي بقت مشكله. بقت مشكله في الكوميونيكيشن بسبب الديسبيرجن ده اللي في الفايبر اوبتيك، ان حصل ايرور في الداتا بالشكل اللي انت شايفه ده. طيب اي مشكله بتظهر لازم يشوفوا لها علاج. اي مشكله بتظهر لازم يشوفوا لها علاج، لازم يعالجوها. فنعالج ازاي مشكله الديسبيرجن ده اللي هو المودال ديسبيرجن اللي بيحصل في الاوبتيكال فايبر؟ في علاج عجيب شويه. ان احنا مش هنلغي المودال ديسبيرجن، امال هنعمل ايه؟ هنسيب المودال ديسبيرجن يحصل، ونسيب الاتساع بتاع البلس يزيد وخلاص، ولكن كل اللي هنعمله هنخلي السيجنال اللي بتتبعت من الترانسميتر يكون هي نفسها عرض البلس بتاعها
صغير والمسافات بين البلصات كبيره. يعني هنخلي السيجنال زي احنا بنبعتها، لما نيجي نبعت سيجنال من الترانسميتر ممكن نحل المشكله كده، نخلي ادي مثلا بلص وادي بلص وادي بلص، ولا نعرض كمان المسافات بين البلصات، يعني نخلي البلصات نفسها المسافات ما بينها عريضه اللي هي مبعوتة من الترانسميتر، وبالتالي لما تروح في الاخر توصل عند الريسيفر كل بلصة تعرض شوية، كل بلصة تعرض شوية، كل بلصة تعرض شوية، ولكن ما زال الريسيفر يقدر يميز الواحد عن الصفر. يعني خلينا زمن الصفر كبير ونخلي زمن الواحد برضو كبير، بحيث يوم ما يعرض الواحد عن كده مش هيلغي الصفر اللي جنبيه، وبالتالي تبقى الداتا بتاعتك ما باظتش. يبقى ده حل من الحلول. ايه الحل ده؟ انك تتوسع المسافات بتاعت البلصات، يعني تخلي الواحد اللي انت بعته عريض والصفر اللي انت بعته عريض، فلما يجي يحصل ان البلص اللي انت بتستقبلها عند الريسيفر تعرض تاني، لا ما يخشوش في بعض، فيكون الانتر سيمبل انترفيرنس ضعيف، تمام، وبالتالي اقدر استقبل الداتا من غير اي ايرور. يبقى انا كده تغلبت على المشكله بتاعت الديسبيرجن. بس في المقابل عشان تغلب عليها عملت ايه؟ قللت الداتا اللي انت بعتها. انت بتقول انك هتعرض المسافه بين السيمبلز، هتعرض المسافه بين السيمبلز يعني تبعت السيمبلز او تبعت البيتس اللي انت بعتها بمعدل اقل، هتقلل المعدل اللي انت بتبعت بيه الداتا بتاعتك، فتقلل المعدل اللي انت بتبعت بيه الداتا، يبقى انت قللت الداتا ريت، اضطريت تقلل الداتا ريت عشان ما يحصلش ايرور في الداتا وعشان ما يحصلش انتر سيمبل انترفيرنس، اضطريت تقلل الداتا ريت. يبقى ده ليميتنج، ده ليميتنج لاستخدام الفايبر اوبتيك في الكوميونيكيشن. ده احنا طلعنا ما نقدرش نزود الداتا عن حد معين بسبب الديسبرجن، بسبب الديسبرجن طلعت انا في الاوبتيكال كوميونيكيشن لو زودت الداتا عن حد معين هيحصل ايرور في الداتا اللي بستقبلها، فعشان اتفادى الايرور مضطر اعمل ليميتنج للداتا اللي انا ببعتها. فدي طريقه من الطرق اللي احنا بنحاول نتغلب بيها عن الديسبرجن. وفي طرق تانية لسه هتكلم عليها بعد شويه، بس الطريقه دي توحي لك بحاجه مهمه خالص، ان الاوبتيكال فايبر كيبل اللي في ايدي اللي بيعمل ديسبرجن معين او الديسبرجن بتاعه ليه قيمه محدده، انا ما اقدرش ازود الداتا ريت عن حد معين والا يحصل ايرور في الداتا اللي بستقبلها. طيب هل في المقابل حل تاني؟ في حل جميل جدا، ممكن نقصر المسافه. ممكن نقصر المسافه، يعني نقلل طول الاوبتيكال فايبر، نقصر المسافه، ما نخليش الكابل طويل قوي، ما نخليش الترانسميتر والريسيفر بعاد عن بعض قوي. لو قصرنا المسافه ساعتها الفروق بين الاطوال، بين طول المسار الاحمر والاخضر والاسود، فروق الاطوال هتبقى ضعيفه. فلما تكون فروق الاطوال بينهم ضعيفه يبقى البلس لما تيجي تفرش عند الريسيفر ما تفرش قوي، الاتساع بتاع البلس ما يزيدش قوي، فلو اتساع البلس ما زادش قوي خير، البلس مش هتخش على البلس اللي جنبيها. فدول حلين مختلفين لمشكله الديسبرجن، حاجه من الاثنين بقى عشان تحل مشكله الديسبرجن. اول حاجه يا اما تقلل الداتا ريت، ده حل من الحلول، ريديوس الداتا ريت، ريديوس الداتا ريت ده حل من الحلول. يا اما الحل الثاني انك انت ديكريز الديستنس، تقلل الديستنس، تقلل المسافه بتاعت الكوميونيكيشن. لو قللت الداتا ريت يبقى انت بعدت البلصات عن بعضيها، فيوم ما يحصل ديسبرجن البلصات ما تخشش في بعض، ما يحصلش انتر سيمبل انترفيرنس، ده حل من الحلول. طيب لو انت قللت المسافه هيبقى البلص مش هتفرش قوي، فممكن تكتر الداتا ريت ومش هيحصل انتر سيمبل انترفيرنس، فده حل ثاني من الحلول. فلو زودت لو زودت الداتا ريت يبقى تقلل المسافه، لو كبرت المسافة يبقى تقلل الداتا ريت. عايز تبعت مسافات طويلة ابعد البلصات عن بعض، يعني قلل الداتا ريت. عايز تزود الداتا ريت خالص قلل المسافة بتاعت الكوميونيكيشن. عشان كده ده هيدخلنا على تاني بارامتر من البارامترات المهمة بتاعت الاوبتيكال فايبر. ايه البارامتر ده؟ بارامتر بيسموه الباندويتس ديستانس برودكت، بيسموه الباندويتس ديستانس برودكت. ايه الباندويتس ديستانس برودكت ده؟ حاصل ضرب الباندويتس في المسافه بتاعت الداتا، بيبقى دايما كونستانت لكل كابل فايبر، لكل كابل فايبر بيستعمل في الكوميونيكيشن في حاصل ضرب المسافه في الباندويتس، بيبقى دايما كونستانت. يعني ايه كونستانت؟ يعني لو انت حافظت على حاصل ضرب الباندويتس بتاع الداتا اللي هو ريليتد للداتا ريت، انت الداتا ريت ده ديجيتال ممكن تعبر عنه بالبيت ريت او السيمبل ريت او ممكن تعبر عنه بالباندويتس، مش مشكله، احنا قلنا الاثنين دول ريليتد لبعض ما فيش حاجه يعني. فدايما لازم تحافظ على ان حاصل ضرب الباندويتس في المسافه يكون ثابت علشان تاخد ريلايبل كوميونيكيشن، عشان تاخد ريلايبل كوميونيكيشن. يعني ايه ريلايبل كوميونيكيشن؟ يعني ما يحصلش ايرور في الداتا. يعني لو انت حافظت على ان الباندويتس بتاع الداتا اللي انت بعتها، يعني المعدل بتاع الداتا اللي انت بعته والمسافه، لو انت حافظت على ان حاصل ضربهم بيساوي المقدار ده، اقدر اضمن لك ان للكابل اللي انا مديهولك مش هيحصل ايرور في الداتا.
مش هيحصل ايرور في الداتا. فعايز ما يحصلش ايرور في الداتا، كبر الداتا ريت، زود الداتا ريت عادي، زود الداتا خالص 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 وكبر الباندويتس بتاعتها بس قلل المسافه، مش هيحصل ايرور في الداتا. عايز تبعت مسافات طويله، ابعت مسافات طويله بس قلل الداتا ريت، مش هيحصل ايرور في الداتا. لكن لو جيت انت كبرت الداتا وكبرت المسافه بحيث اصبح حصل ضربهم اكبر من الكونستانت ده، انت كده هتاخد كوميونيكيشن فيه ايرور كتير. فده تاني بارامتر من البارامترات المهمه للاوبتيكال فايبر. يبقى احنا كده قلنا في اتنين بارامتر مهمين جدا للاوبتيكال فايبر، في حاجه اسمها النومريك ابريتشر ودي مهمه خالص، في حاجه اسمها الباند ويث ديستانس برودكت، حاصل ضرب الديستانس في الباند ويث اللي هو الكي ده، باند ويث برودكت اللي هو بيوري لك تاثير الديسبيرجن في الاوبتيكال فايبر عامل ازاي. طبعا اللي انا قلته ده مش حلول لمشكله الديسبيرجن في الحقيقه، ده هو بيقول لك الليميتيشنز بتاعت مشكله الديسبيرجن اللي انا بحكيه ده، اللي هو انك انت تقلل المسافه او تقلل الداتا ريت، ده ما هوش حل لمشكله الديسبيرجن في الواقع. انا بس قلت كلمه حل عشان اقرب الصوره لذهنك، ده مش حل لمشكله الديسبيرجن، ده الليميتيشن دي اللي هي الحدود اللي بتفرضها علينا مشكله الديسبيرجن، القيود اللي بتفرضها علينا مشكله الديسبيرجن، ان احنا ما نقدرش نزود الداتا ريت والمسافه مع بعض. ده هو ده عين المشكله، ده هو ده عين المشكله مش حلها، ده هو ده عين المشكله، ان احنا ما نقدرش نزود المسافه والداتا ريت مع بعض، يا نزود دي وننقص الثانيه، نزود دي وننقص الاولى. طيب ايه بقى حلول مشكله الديسبيرجن اللي هي الحلول اللي بتحاول تعالج مشكله الديسبيرجن؟ في حلول ممكن تعالج مشكله الديسبيرجن. ايه الحلول دي؟ الحلول دي اللي نشا منها الموضوع بتاع انواع الاوبتيكال فايبر، ان احنا نعمل انواع ثانيه من الاوبتيكال فايبر تقل فيها مشكله الديسبيرجن. ده حل المشكله، ان احنا نعمل انواع ثانيه مختلفه من كابل الفايبر، والانواع دي تكون بتقلل شويه مشكله الديسبيرجن دي عشان نقدر نتخلص منها. ايه الانواع الثانيه من كابل الفايبر اللي بتحاول تعالج مشكله الديسبيرجن؟ تعال نبص. الكابل الفايبر اللي احنا شرحناه بالشكل البسيط اللي احنا اتكلمنا فيه ده، اللي احنا شرحناه هنا، اللي هو فيه اكتر من مود داخلين، والاكتر من مود اللي داخلين دول داخلين ما شاء الله بزاويه كبيره، اللي هي زاويه كبيره خالص قدامنا دي، اللي هي التوتال اكسبتنس تكون انجل كبيره قوي. ده كابل، ده نوع من انواع الكابلات، يعني مش كل انواع الكابلات اللي ممكن تتعمل، ده نوع من انواع الكابلات بنسميه مالتي مود، نسميه مالتي مود ستيب اندكس، ستيب اندكس كيبل، وده ابسط نوع من انواع الفايبر اوبتيك كيبل، بنسميه مالتي مود ستيب اندكس كيبل، مالتي مود ستيب اندكس كيبل، وده ابسط نوع من انواع الفايبر اوبتيك كيبل، وده فعلا ليميتد قوي في الكوميونيكيشن، ولذلك احنا لو هنستعمله مش هنستعمله في مسافات طويله ولا في داتا ريت عالي. ده النوع ده فيري ليميتد، يعني مقارنة بالانواع الاخرى، طبعا مقارنة بالانواع الاخرى من اوبتيكال فايبر كيبل هيبقى ليميتد عنها، تمام؟ فما اقدرش استعمله في اي في كوميونيكيشن مسافات طويلة او في مثلا في داتا ريتس عالية زي الانواع التانية من الاوبتيكال فايبر كيبل. عايز اقول تعليق عن اسمه، هو اسمه مالتي مود. ليه اسمه مالتي مود؟ عشان زي ما احنا شايفين في الشرح اللي قدامنا، الضوء جواه لما بيجي يحصل له بروباجيشن، يحصل له بروباجيشن بمودز كتيرة مش مود واحد، اللي هو الموضوع بتاع المودال ديسبيرجن. في نفس الوقت ستيب اندكس، ليه ستيب اندكس؟ عشان تغير معامل الانكسار بياخد شكل ستيب فانكشن. ازاي تغير معامل الانكسار بياخد شكل ستيب فانكشن؟ يعني ببساطه لو بصينا في، عايزين نرسم تغير معامل الانكسار، هنمسح المسارات دي، عايزين نرسم تغير معامل الانكسار، نرسمه ازاي؟ كداله في المسافه يعني. فلو رسمنا تغير معامل الانكسار كداله في المسافه، لو جينا مثلا كده وحطينا هنا على المحور ده، ده اصبح المحور اللي برسم عليه معامل الانكسار بتاعي، والمحور اللي باللون الاحمر هو اللي برسم عليه المسافه، والمسافه دي بتتقاس من السنتر، السنتر بتاع الاوبتيكال فايبر. معامل الانكسار بيتغير ازاي؟ والله الداله اللي احنا نرسمها هتقول معامل الانكسار بتاع الكور قيمته بتكون كبيره، اللي هي قيمه ان واحد. فخلال المسافه دي اللي هي المسافه بتاعت السنتر، معامل الانكسار قيمته كبيره. طيب لما بعد كده اجي عند الكلادنج، كلادنج اللي هو قيمه معامل الانكسار بتاعته بتساوي ان 2، بتبقى صغيره، فدي قيمه معامل الانكسار بتاع الكلادنج ودي قيمه معامل الانكسار بتاع الكلادنج. فالقيمه اللي انا راسمها كده هنا دي اللي هي تمثل ان 1، والقيمه اللي هي تحت دي تمثل ان 2، تمثل ان 2. فعشان التغير ده بياخد شكل ستيب فانكشن، ده السبب اللي يخليهم يقولوا ان ال 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 الفايبر اوبتيك ده عباره عن ستيب اندكس كيبل. طب ايه الانواع الثانيه؟ دول بقى الانواع بتاعت الاوبتيكال فايبر كيبل. النوع اللي من فوق اللي هو الستيب اندكس مالتي مود كيبل اللي احنا اخدناه، ادي الشكل بتاعه، اللي الضوء داخل بمسارات مختلفه وداخل بزاويه كبيره، يعني الزاويه اللي ممكن يخش بيها جوه الاوبتيكال فايبر كيبل زاويه كبيره خالص،
تمام، وواضح ان نص القطر بتاع الكيبل كبير، نص قطر الكيبل زي ما انت شايف كبير خالص، هو في الواقع بيبقى بالمايكروميتر بس هو كبير بالنسبه للي بعديه، تمام. فالضوء جوه واخد شكل مالتي مود، وشكل التغير بتاع معامل الانكسار مرسوم على جنبه. دي قيمه ان 1 معامل الانكسار بتاع الكور، ودي قيمه ان 2 معامل الانكسار الكلادنج، تمام. وده اللي احنا بنسميه الاندكس بروفايل، البروفايل يعني طريقه التغير بتاعت معامل الانكسار. طيب واضح ان النمريك ابرشر بتاعته كبيره واسعه، الكابلنج بتاعه سهل جدا ان انا اربط الضوء جوه الاوبتيكال فايبر، بيحصل فيه مودال ديسبيرشن عالي، لور داتا ريت، طبعا هبعت داتا ريت قليل وهبعت داتا ريت وهبعت داتا ريت قليل، ومش بس كده كمان هبعت مسافات قليله، كمان هبعت مسافات قليله. دي اللي هي مشكله الستيب اندكس مالتي مود كيبل زي ما قلنا من شويه. النوع الثاني اللي هو الستيب اندكس سنجل مود كيبل اللي هو النوع اللي تحتيه على طول، ستيب اندكس سنجل مود كيبل، ده بيعملوه ازاي؟ ده بيحلوا فيه مشكله المودال ديسبيرشن خالص. ستيب اندكس سنجل مود كيبل ما بيحصلش فيه مودال ديسبيرشن اصلا، بيحلوه. طب بيحلوا مشكلته ازاي؟ هما عشان يحلوا المشكله دي بيعملوا ايه؟ بيصغروا نص القطر بتاع الكيبل خالص، وفي نفس الوقت بيصغروا النمريك ابرتشر بتاعته، يعني بيصغروا حاجتين، بيصغروا النمريك ابرتشر. ازاي نصغر النمريك ابرتشر بتاع الكيبل؟ نتحكم في ان 1 وان 2. النمريك ابرتشر عباره عن الجذر التربيعي، لان 1 تربيع ناقص ان 2 تربيع، عايز اصغرها صغر الفرق بين ان 1 وان 2، وده في تصنيع الكيبل. فبنصغر النمريك ابرتشر خالص، وفي نفس الوقت بنصغر نص القطر بتاع الكور خالص. لما تعمل كده بيحصل ايه؟ بيحصل ان الضوء لما يجي يدخل جوه الكيبل مش بيدخل بمسارات كتيره، هو مفيش اختيارات. فلما تيجي تبص على الكابلنج بتاع الضوء جوه الكيبل، لا هتلاقي الكابلنج بتاع الضوء جوه الكيبل في منتهى الصعوبه اصلا، وتلاقي الضوء داخل بمسارات صغيره خالص جوه الكيبل. المسارات الصغيره خالص اللي داخل بيها الضوء جوه الكيبل دي معناها ايه؟ معناها ان لما يجي يمشي الضوء جوه الكيبل هيمشي في مسارات تقريبا ليها نفس الطول، مهما زودت طول الكابل هيبقى المسارات كلها تقريبا نفس الطول، وبالتالي انت كده تخلصت تماما من المودال ديسبيرجن، قضيت عليه. فكده ده هتلاقي النمريك ابشر بتاعه صغيره، وهتلاقي ما فيهوش اي مودال ديسبيرجن، تخلصنا منه، وبالتالي خدنا مزايا عظيمه اللي هي الداتا ريت عالي، داتا ريت عالي خالص، واللونج ديستانس المسافه بتاعت الكوميونيكيشن عاليه خالص. هل الستيب اندكس سنجل مود كيبل ملهوش باند ويث ديستانس برودكت؟ ليه باند ويث ديستانس برودكت بس كبير؟ يعني قيمه الكي اللي هيحصل ضرب الباند ويث في الديستانس بتاعته بتكون عاليه جدا بتاعت الستيب اندكس سنجل مود كيبل. بس في مشكله فيه، ايه مشكلته؟ طبعا ده عشان نص قطره صغير جدا، والنمبر كام شركات صغيره جدا، الكابلنج بتاعه صعب خالص. يعني عشان تدخل السيجنال اللي هي السيجنال بتاعت الضوء عشان تدخلها جوه الكيبل، دي حاجه في منتهى الصعوبه. بتحتاج انك تعمل مصدر ضوء يكون مصدر ضوء الدايركتيفيتي بتاعته عاليه جدا عشان تقدر تحقق هذا الهدف، تمام. ودي اللي هي مشكلته، اللي هو الكابلنج بتاعه مور ديفيكلت، الكابلنج بتاعه صعب جدا انك تدخل الضوء جواه. طب شكل الاندكس بروفايل واخد شكل ستيب فانكشن، عشان كده ده اسمه ستيب اندكس وده اسمه ستيب اندكس، واخد شكل ستيب فانكشن، ده ستيب وده الثاني ستيب، ستيب بس العرض او النص القطر بتاع الكور بيكون صغير خالص. النوع الاخير يعني بيحاول يعالج المشكله وما يكلفناش، ما يكلفناش صعوبه، يعني بيحاول يحافظ على نمريك ابرتشر عالي، نمريك ابرتشر عالي زي النوع الاولاني عشان ما يبقاش فيه صعوبه في ان انا ادخل الضوء جوه الكيبل، بس في نفس الوقت بيحاول يتخلص من المودال ديسبيرجن. طب هيتخلص من المودال ديسبيرجن ازاي؟ هل هيلغيه تماما؟ هو شبه هيلغيه، يعني يقدر يقلل المودال ديسبيرجن خالص. ازاي؟ الفكره بتاعته انه بيكون الكور بتاع الفايبر اوبتيك كيبل بحيث يبقى معامل الانكسار بتاعه مش قيمه واحده، لا، معامل الانكسار بتاع الكور بيتغير بشكل فانكشن بالشكل ده، وفي الغالب بتبقى فانكشن عباره عن بارابولا، تمام، بيبقى كيرف بارابوليك، يعني بارابوليك كيرف بالشكل ده. فيبقى عند السنتر قيمه معامل الانكسار اعلى ما يكون، كل ما تبعد عن السنتر معامل الانكسار بينقص بتاع الكور، اما بتاع الكلاننج فثابت عند ان 2، ودايما بتاع الكلاننج اقل من بتاع الكور عشان يحصل توتال ريفليكشن. طيب ايه ميزه الحكايه دي؟ نقدر نثبت من الالكتروماجنتيك ثيري من ماكسويل ايكويشنز ان لما الضوء ينتشر في وسط الخصائص بتاعته بتتغير بالشكل ده، الضوء هيمشي في مسارات زي المسارات المرسومه قدامك دي اللي واخده شكل كيرفات، واخده شكل منحنيات اشبه بمنحنيات الساين ويف، تمام. فالموضوع ده يثبت ازاي؟ من ماكسويل ايكويشنز،
لان الضوء عباره عن موجه رومانسيه الكترومكتيك ويف، فلو طبقت عليه ماكس لوكيشنز قلت هننتشر في وسط، بس وسط خصائصه مش ثابته، خصائصه بتتغير بفانكشن زي كده. ممكن نثبت ان المسار بتاع الضوء هيبقى ماشي في شكل ساينوسويدال زي ما احنا شايفين كده. يعني ايه ساينوسويدال؟ يعني شعاع الضوء اللي دخل كده مثلا باللون الاخضر اهو، اللي دخل كده مثلا هيمشي في مسار منحني عامل كده، ده شعاع الضوء. خلاص، مش مسار منحني عامل زي الشكل بتاع منحنى الساينوسويد اللي رسمه ده. برضه شعاع ضوء تاني مثلا دخل كده هيمشي في مسار عامل كده مثلا، زي المسارات المنحنيه اللي هو رسمها دي. طيب ايه لازمه المسارات المنحنيه دي؟ طب ما احنا عندنا مودز اهو، ده عباره عن مالتي مود، يعني ده عباره عن مالتي مود، فيه مودز تانيه. تمام، هو صحيح جريدد اندكس، جريد انكس يعني معامل الانكسار بتاع متدرج، بس ده مش سنجل مود، ده فيه مودز كتيره جوه الاوبتيكال فايبر كيبل. انت كده لغيت الديسبرجن، انت كده ازاي لغيت الديسبرجن او ازاي قللت الديسبرجن؟ قال لك خلي بالك، صحيح كل ما نبعد عن السنتر، كل ما نبعد عن السنتر بتاع الكيبل هنلقى المسار بتاع الضوء طوله بيزيد. كل ما تبعد عن سنتر الكيبل، يعني ده المسار اللي في السنتر بتاع الكيبل، ده المسار اللي في السنتر بتاع الكيبل. كل ما تبعد شويه، يعني مثلا لو خدت المسار اللي باللون الاخضر ده، هتلاقي المسار اللي باللون الاخضر ده اطول من المسار بتاع السنتر. طيب لو بعدنا تاني، لو بعدنا تاني طول المسار هيزيد، يعني المسار اللي باللون الاحمر اللي بعده هتلاقي طوله اكبر من المسار باللون الاخضر، وهكذا. ايوه هو صحيح، كل ما تاخد مسار ابعد عن السنتر المسار بيطول، بس في نفس الوقت معامل الانكسار اللي هو بيواجهه بيكون اقل. معامل الانكسار اللي هو بيواجهه بيكون اقل، يعني الضوء اللي ماشي في المسار الاخضر، المسار الاخضر هيبقى طوله، طول المسار بتاعه اطول من المسار اللي ماشي على السنتر بالظبط، اطول من المسار اللي ماشي على السنتر بالظبط، بس المسار اللي ماشي على السنتر بيواجه معامل انكسار كبير، والمسار اللي ماشي على اللون الاخضر بيواجه معامل انكسار اقل. طب وايه الفايده؟ الفايده ان الضوء لما يمشي في وسط معامل انكساره اقل بيمشي بسرعه اعلى، ولما يمشي في وسط معامل انكساره كبير بيمشي بسرعه اقل. فصحيح المسار الاخضر اطول من المسار اللي على السنتر، بس الضوء عليه اسرع. المسار اللي باللون الاخضر اطول من المسار اللي على السنتر، بس الضوء اللي ماشي عليه ماشي اسرع، ماشي اسرع فبيختصر المسافه شويه، وبالتالي بيبقى الديلي بين المسار اللي باللون الاخضر والمسار اللي على السنتر ديلي مش كبير، وبالتالي ده بيقلل من المودل ديسبرجن. بيقل اللي بيقلل المودل ديسبرجن، صحيح المسارات مختلفه واطوالها مختلفه، بس سرعه الضوء عليها مختلفه. كل ما المسار ما يبعد عن السنتر كل ما طول المسار يزيد، بس سرعه الضوء تزيد برضه، وده بيختصر الديلي بين المسارات، وبالتالي المودل ديسبرجن بيبقى اقل. ما نقدرش نقول ان هو اتلغى، بس بيكون اقل المودل ديسبرجن. النومريك ابشر عشان كبيره، فالكابلنج سهل، اقدر ادخل الضوء بسهوله جوه الاوبتيكال فايبر. تمام، وبالتالي ده عباره عن كومبرومايز كويس ما بين المالتي مود والسنجل مود فايبر، يعني ده كانه يعني حاجه تريد اوف، حاجه كده بين النوع الاول وبين النوع الثاني. ما فيهاش مشكله النوع الاول ان هو للاسف الشديد الديسبرجن عالي قوي، فالداتا ريت والمسافه قليلين. ما فيهوش مشكله النوع الثاني بتاعت النومريك ابشر قليله جدا، فانت عايز سورسز تكون الدايركتيفيتي بتاعتها عاليه خالص. تمام، ما فيهوش المشكلتين دول، لا ده النومريك ابشر عاليه كبيره، وفي نفس الوقت الكابل نفسه الديسبرجن بتاعه قليل، فممكن ابعد بيه بداتا ريت عاليه ومسافات كبيره. تمام، بس بتبقى فيه مشكله وحيده بس، التصنيع بتاعه هو ده مشكلته الوحيده. صحيح عمل، طبعا مفيش حاجه بتتاخد ببلاش، فمشكلته تبقى في التصنيع، ان انت صحيح عملت يعني تجميع بين الاثنين دول، بس تصنيعه صعب، لان انت عشان تصنعه محتاج تعمل الكور بتاع الاوبتيكال فايبر بحيث تكون الخصائص بتاعته بتتغير بالشكل هو البارابوليك فانكشن دي، ودي حاجه مش سهله ان هي تتعمل، يعني حاجه مش سهله في تصنيع الاوبتيكال فايبرز، طبعا بتخلي التصنيع بتاعه صعب والتكلفه بتاعته كبيره. فاحنا كده اتعرفنا على انواع الاوبتيكال فايبرز والديسبرشن اللي بيحصل فيها، وخدنا بارامترين مهمين من بارامترات الاوبتيكال فايبرز اللي هو النومريك ابرتشر، والبارامتر الثاني اللي هو مرتبط بالديسبرشن اللي هو البارامتر بتاع الباند ويث ديستانس بروتكت. اخر بارامتر او اخر رقم مهم او اخر حاجه مهمه للاوبتيكال فايبر هنتكلم عنها، دي اخر خاصيه من خصائص التشانل، بعد كده ان شاء الله في الفيديو اللي جاي خصائص الترانسميتر، وبعد كده خصائص الريسيفر، وبعد كده غطينا الجزء النظري بتاع التجربه. اخر خاصيه اللي هي الاتنويشن، الخاصيه بتاعت الايه؟ الاتنويشن، او بنسميها الفايبر لوس، بنسميها الفايبر لوس. الاوبتيكال فايبر بيحصل فيه لوسز، ما نقدرش نقول الاوبتيكال فايبر مش بيحصل فيه لوسز، لا، الاوبتيكال فايبر بيحصل فيه لوسز، يعني ممكن تدخل الضوء جوه الاوبتيكال فايبر وتلاقي الضوء حصل فيه لوسز جوه الفايبر نفسه. يعني السيجنال اللي بتخش جوه الفايبر من عند الترانسميتر مش بتفضل الطاقه بتاعتها ثابته لحد الريسيفر، لا، بيحصل فيها اتنويشن، بيحصل اتنويشن للضوء. طيب اتنويشن الضوء ده ايه اسبابه؟
تنويشن الضوء ده ليه سببين رئيسيين. لا تنويشن بتاع الضوء ليه سببين رئيسيين. السبب الاولاني حاجه بترجع للتصنيع بتاع الاوبتيكال فايبر. هو في حاجه احنا قلناها في اول شرحنا، ايه هي؟ قلنا لو انت ضامن ان الضوء دخل من عند فتحه الاوبتيكال فايبر بالزاويه الصحيحه اللي هي اقل من السيتا ماكسيمم، يبقى جوه الاوبتيكال فايبر هيفضل محبوس. ليه هيفضل محبوس؟ عشان دايما ساقط بزاويه مالها اكبر من الكريتيكال انجل، فانا كده ضامن ان الشعاع ده لازم يحصل له انعكاس، لازم هينعكس. والشعاع الثاني بالاخضر انا ضامن ان يحصل له انعكاس، لازم هينعكس. تمام. طيب يحصل ايه لو الشعاع ده ما انعكسش؟ يحصل ايه لو الشعاع ده انكسر ما انعكسش؟ يعني حته منه انكسرت بره وطلعت عند الكلادنج، طلعت عند الكلادنج، طلعت بره كده. لو طلعت بره كده ممكن ما تنعكسش برضه عند السطح بتاع الاوبتيكال فايبر الخارجي وتطلع بره الفايبر خالص. لو طلعت بره الفايبر خالص ده يبقى عباره عن فقدان للطاقه الضوئيه، احنا في جزء من السيجنال بتاعتنا فقدناها. طب ايه اللي ممكن يخلي ده يحصل؟ يعني مش المفروض الضوء ساقط عند الحته دي اللي هي عند السطح الفاصل بين الكور والكلادنج بزاويه اكبر من الكريتيكال انجل، المفروض ينعكس؟ ايه اللي ممكن يعمل كده؟ بتبقى مشاكل في تصنيع الاوبتيكال فايبر. زي ايه المشاكل دي؟ ان يبقى الفينيشنج بتاعه مش كويس. يعني هو الموضوع ده قايم على ايه؟ على ان السطح بتاع السطح الفاصل بين الكور والكلادنج فلات، سطح مسطح تماما، وفي التصنيع بتاعه الفينيشنج بتاعه عالي جدا. تخيل السطح ده فيه مشكله، يعني فيه مثلا تعرجات بسيطه كده. اي تعرج بسيط زي كده في السطح هيعمل ازمه، هيعمل ازمه للضوء اللي ساقط، هيخلي الزاويه بتاعه الضوء ممكن تكون اقل من الكريتيكال انجل. وده واضح قدامك لو قارنت الزاويه بتاعه الشعاع ده مثلا نفسه لما يسقط على سطح مايل او على سطح عامل كده، دي هتبقى مشكله بقى. فلو في حته بسيطه جدا ما بين الكور والكلادنج، اي حته بين الكور والكلادنج، اي حته بسيطه خالص، السطح بتاعها مش مستوي تماما، مش فلات، مش الفينيشنج بتاعه مش عالي، مش اكيوريسي 100%. لو فيها بس تعرجات بسيطه كده عند السطح، السطح الفاصل بينهم، اي تعرج بسيط، اي تعرج بسيط ده يخلي الضوء اللي ساقط عليه يسقط بزاويه مختلفه، ما عادتش اكبر من الزاويه الحرجه، وبالتالي في جزء من الطاقه الضوئيه ممكن يطلع بره الاوبتيكال فايبر كيبل، فده بيعمل اتنويشن في الضوء اللي ماشي في الاوبتيكال فايبر. تمام. حاجه تاني بتسبب ان الضوء يحصل له اتنويشن، ان الماده بتاعت الاوبتيكال فايبر نفسه بتمتص الضوء، الماده نفسها تمتص الضوء. طبعا احنا مش مجانين، عشان نستعمل اوبتيكال فايبر بيمتص السيجنال اللي انا بديها له. انا كده ابقى مجنون، انا كده مش هنقل السيجنال من ترانسميتر للريسيفر. لا، هو مش ده اللي بيحصل، هو يعني كل المواد ممكن تمتص الضوء. تمام. كل المواد ممكن تمتص الضوء بطريقه زي الطريقه بتاعت امتصاص الالوان وانعكاس الوان تاني. فكل المواد ممكن تمتص قدر من الضوء ولو ضئيل، كل المواد ممكن تمتص قدر من الضوء ولو ضئيل. وده مش هنخش في التفاصيل الفيزيائيه، بس ده بيساهم في الاتنويشن اللي بيحصل في الاوبتيكال سيجنال اللي تبعتها من الترانسميتر للريسيفر. وحكايه ان كل ماده ممكن تمتص الضوء دي برضو بتفرق على حسب، زي ما احنا واخدين في الفيزيكس، يعني بتفرق على حسب الويف لينس. يعني في مواد تمتص ويف لينس معين جامد قوي، وويف لينس تاني لا. تمام. وبالتالي على حسب الماتيريال اللي انت مصنع منها الاوبتيكال فايبر، ممكن تشوف الماتيريال دي بتمتص ويف لينس ايه وتبعد عنه. تمام. ولذلك في منحنى معروف جدا ممكن تجيبه لاي ماتيريال معمول منها الاوبتيكال فايبر بتاعك، معمول منها الكور اللي مش فيه اوبتيكال سيجنال، والمنحنى ده بيبقى على المحور الرأسي بتاعه، بيبقى اللص، المحور الرأسي بتاعه بيبقى اللص، واللص دي بتبقى بالديسيبل لكل كيلومتر، والمحور الأفقي بتاعه بيبقى الويف لينس، بيبقى الطول الموجي. المحور الأفقي بتاعه بيبقى الويف لينس، يعني الماتيريال اللي مصنوع منها الفايبر اوبتيك اللي أنا هديهولك، اللي أنت هتشتريه منه، هتشتريه مني، الفايبر اوبتيك ده بيمتص الضوء بحيث هديلك لوسز عبارة عن معرفش كام ديسيبل لكل كيلومتر، والله إذا استعملت الويف لينس الفلاني. إذا استعملت الويف لينس الفلاني اللص كذا، إذا استعملت الويف لينس الفلاني اللص كذا، استعملت الويف لينس الفلاني اللص كذا، وهكذا باستمرار. وهكذا باستمرار. فواضح إن في يعني ويف لينسز أطوال موجية معينة المادة بتمتصها جامد قوي فاللصص فيها عالية. وويف لينسز ثانية لا المادة مش بتمتصها قوي فاللصص فيها قليلة. أنا ما يهمنيش المادة بتمتص قد إيه، يهمني اللصص. ولذلك الكيرف ده هو البارامتر الثالث. الكيرف ده هو البارامتر الثالث للأوبتيكال فايبر كيبل. الكيرف ده هو البارامتر الثالث للاوبتيكال فايبر كيبل. كده خدنا ثلاث بارامترات، النومريك ابرتشر، واخدنا الباند ويث ديستنس بروتكت، وده اللي هو اللص بالديسيبل لكل كيلومتر. تمام. والكيرف ده بيبقى
اكيد يعني شامل اللوسز بتاعت الويف لينس ابسوربشن، وشامل اللوسز بتاعت الفينشنج برضه. يعني اللي بيعمل اوبتيكال فايبر بيصنعه بيعمل له عمليه تيستنج، فبعد ما بيعمل له تيستنج وهو عارف برضه اللوسز بتاعت امتصاص الماتيريال بتاعت الويف جايد بتقص قد ايه، وبيعمل له تيستنج عشان يشوف هل هو يحصل فيه لوس تاني بسبب ان في مشاكل في الفينشنج بتاعه او مشاكل في التصنيع بتاعه، في الاخر بيجنريت الكيرف ده، بيتست الويف جايد، بيتست الاوبتيكال فايبر بتاعه لويف لينسز مختلفه، ويقدر يجنريت الكيرف ده ويديه لك كبارامتر في الداتا شيت مثلا بتاع الاوبتيكال فايبر اللي راح تشتريه، يقول لك ده اللص بالديسيبل لكل كيلومتر على حسب الويف لينس اللي انت بعته، تمام؟ اللي انت بعته في الفايبر اوبتيك بتاعك. طبعا ده بارامتر مهم جدا ليك انت وانت بتعمل ديزاين اوبتيكال كوميونيكيشن سيستم، عشان تختار كويس قوي الويف لينس اللي انت هتبعت بيه الاوبتيكال سيجنال بتاعتك جوه الفايبر. اكيد اختار ويف لينس اللي مش بيمتص قوي جوه الفايبر كيبل، او اللي اللوسز بتاعته ضعيفه، او اللوسز عنده ضعيف زي مثلا المنطقه دي مثلا اللوس بتاعتها ضعيفه، يبقى يستحسن ادخل ضوء بالويف لينس ده. كلمه ادخل ضوء بالويف لينس ده هتيجي اهميتها بقى لما نيجي نتكلم على الترانسميتر، لان انت كل ترانسميتر بيطلع ويف لينسز معينه، فده بيخش في اختيارك للترانسميتر اللي انت هتستعمله في الاوبتيكال كوميونيكيشن سيستم عشان تبعت بيه السيجنال بتاعتك. وطبعا بعد ما تختار الويف لينس ده تقدر تعمل الحسابات بتاعت اللينك بادجت بتاعتك. خلاص عرفت دلوقتي اللوس في الديستانس بتاعتك قد ايه، يعني تشوف طول الكابل بتاعك قد ايه، وانت معاك اللص كل كيلومتر يبقى تقدر تعرف اللص في الكابل كله قد ايه، وتقدر تعرف الموضوع هيكلفك كام، وتحسب اللينك بادجت اللي هو حاجه مهمه جدا في الكوميونيكيشن لما نيجي نعمل ديزاين للكوميونيكيشن سيستم. فكده احنا خلصنا كلامنا على الاوبتيكال فايبر كتشانل، يعني الفيزيكال تشانل بتاعت الاوبتيكال كوميونيكيشن، خصائصها ايه وبارامتراتها ايه. الكلام هنا مركز، وده يعني مركز ويعني مقدمه، اللي عايز يتوسع يتوسع. احنا زي ما اتفقنا التجربه بتحطك على اول موضوع الاوبتيكال كوميونيكيشن، طبعا الموضوع فيه تفاصيل كتيره وقلنا ممكن تنزل فيه كتاب وكورس كامل يعني، فعايز تكمل في الموضوع كمل في الموضوع، بس احنا ايه برنسبلز في اوبتيكال كوميونيكيشن. ان شاء الله الفيديوهات اللي بعد كده هنكمل كلامنا، خلصنا للشانل هنشوف الترانسميتر ونشوف الريسيفر ونكمل باقي المقدمه بتاعتنا. ودي نهايه الفيديو ده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.